شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى هرباً من موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. يأتي إليها زوار من كل المحافظات، واستعدت المدينة بطواقم إنقاذ وفرق إسعاف تعمل من أول ضوء للشمس وسط استعدادات مكثفة لمجلس المدينة بتجهيز الشاطئ وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام لتجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ. رأس البر منطقة هادية وفي متناول الجميع، إسواء على أتم الاستعداد، الفران على أتم الاستعداد، كل شيء في رأس البر متاح للسادة المصطفين. فيارب كل زوار مصر يقولنا راس البر ان شاء الله. بص فينا جميل جدا جدا، وراس البر حلو قوي قوي، وانا دايما باجي المكان ده بالظبط. خدمه الناس هنا، الناس هنا بتخدم الناس كويس قوي وناس محترمه، كل حاجه متوفره فيها، وهي فعلا من انظف الشواطئ اللي موجوده في البحر المتوسط كلها. ويعني والله ويا الناس بصراحه بتجبرنا ان احنا نيجي هنا كل سنه. راس البر من احلى الاماكن، بجيها من زمان قوي، من اكتر من 25 سنه. البحر واللسان بالليل وشارع السوق والقعده بالليل على الكافيتريات، وحاجه جميله ومن اجمل المصايف اللي الواحد بيجيها يعني. ومن اجمل الشواطئ، والناس على الشواطئ هنا جميله قوي.